من الوهلة الأولى تسحرك بجمال طراز مبانيها وكأنها لوحة فنية. إنها باريس الشرق، القاهرة الخديوية. تعتبر منطقة القاهرة الخديوية قلب العاصمة، حيث تمتد من كوبري قصر النيل مرورا بميادين رمسيس، التحرير، عبدين وميادين وسط البلد، وصولا إلى ميدان العتبة. يعود بناء القاهرة الخديوية لعام 1867 عندما قام الخديوي إسماعيل بزيارة لمدينة باريس منبهرا بطراز مبانيها. حينها طلب من الإمبراطور نابليون الثالث أن يقوم المخطط الفرنسي هاوسمان الذي قام بتخطيط باريس بتصميم طراز مدينة القاهرة، وبالفعل حولت قلب العاصمة لتحفة حضارية معمارية تنافس أجمل مدن العالم. تمتاز مباني وسط القاهرة بالدقة في التصميم الفني لها وبراعة التنفيذ، فتظهر النقوش والرسومات جلية على واجهات العمائر والشرفات. فكانت القاهرة الخديوية بداية العمران المصري في صورته الحديثة، حيث يعد مشروع بنائها أحد أهم المشروعات الهندسية في البناء خلال القرن التاسع عشر. ومع مرور الزمن أصيبت القاهرة الخديوية بحالة شديدة من العشوائية والإهمال، حيث طمست الأتربة معالم مبانيها وحولت طرقاتها لمرتع خصب للباعة الجائلين، إلى أن أطلقت محافظة القاهرة مشروع إعادة إحياء مناطق وسط البلد ورفع كفاءة مبانيها وطرقاتها. ستظل القاهرة الخديوية منطقة تحاكي التاريخ والزمن بأنها تحفة معمارية فريدة وتراث حضاري لا يقدر بثمن. خالد جمال من العاصمة.